مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار إن شاء الله كما عودتكم بأقفاص جديدة. حاولت أنني نبني عاوتاني واحد القفص، غير هاد الخطرة هذه قفص يعني السلك ديالو دوريجين، يعني حاولت أنني نجمعه، حاولت أنني فككته وجمعته ودرت له علافة ودرت له شرابة، يعني قاعد المشاكل اللي كيكونوا عندكم في الاقفاص ديالكم او الناس اللي بغاو يديروا قفص جديد. انا نعطيكم واحد القفص نموذجي للغايه، يعني شي حاجه ان شاء الله اللي غادي تشكروني عليها انتما. شوفوا هادشي راه كيبان باللي دوريجين، ولكن راه صدقوني انه غير مخدوم، يعني هاد لي تيوب هادو بي في سي راه غير مخدوم انتما. هادي شرابه انتما، وهادي علافه انتما، ما اللي كتبان لكم راها على طول القفص انتما. شوفوا شحال طويله هذا القفص، فيه جوج مترو في الطول ديالو وفي العرض مترو وعشرين. يعني الميزه اللي كانت فيه انه جوج اقفاص، يعني راه مفصولين، كاين القفص في الجهه الاخرى وقفص من هذه الجهه. هذه الجهه فيها ثلاثه ديال البيبان، لاحظوا معايا انتما، الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث هانتوما، الباب الاول الباب الثاني راه الباب الثالث. يعني هذا القفص الجهه الاخرى ممكن ان تستعملوا، هو في الحقيقه ما فيش الولادات، هذا قفص خاص بالتسميم، يعني ممكن انكم كاع الارانب ديالكم اللي تولدوا لكم تحطوهم في هذه الجهه. لاحظوا ان السلك ديالو هذا راه دوريجين، ماشي بحال الاسلاك المربعة، يعني الحوايج اللي كيتباعوا. لا هذا يعني كان عندي كاج يعني بواحد الطريقة أخرى، وأنا حاولت أنني نردو التسميم. غير يعني الجميل في الأمر أن ممكن أنكم ديروا هاد العلافات من هاد التيب هذا، كيدير 10 دراهم المترو، 10 دراهم المترو، يعني هاد العلافات كلهم طاحوا بشحال، يعني كاينين 8 مترو، 8 مترو ب 80 درهم، 80 درهم انكم ديروا قفص يعني بالعلافات بالشرابات، يعني شي حاجه اللي رائعه، وما تبقاوش كاع تفكروا في العلف. هانتوما السيكاليم ها هو في المديول هنا، وهذا كيدور هكا، يعني ممكن تعمروه هكا وتحولوه لهم هكا، يخشيو نيوفهم هنا وياكلوا. وهنايا راني داير هاد الثقبه هذه صغيره على حسب الصغار ديال الارانب، اما انتم ممكن انكم تعرضوها بالطول اللي بغيتوا، وممكن انكم تخليوها هكا وتكاليوها غير بشي خشبات من هنايا هكا، يعني خشبات من الداخل، وتخليو البلاصه على حسب انتم يعني الحجم ديال الصغار ديالكم. كيفاش داير هذا؟ ملؤوا بالسيكاليم، وهذا كما كتشوفوا راه مملوء بالماء انتم، هذا مملوء بالماء. قضيه ديال باش ما كتعذبوش يعني يعني في الخدمه ديالكم، علاش هذا بالضبط درت له هاد يعني هاد التقنيه هذه، انني شرطت هنا، كتشرط منا ومنا يعني بالمنشار، وكتضرب بالمطرقه هاد الثقب كيطيح لداخل، في الاخر كتحيدوا ديك البلاستيك اللي بقى، يعني كتهرسوه. علاش درت هاد القضيه؟ لان المياه ممكن انكم ديروها الطريقه هذه، يعني كتكب من جهه وحده والمياه كيمشي كامل في التيب ديال البي في سي. اما العلافه انتما باش ما تبقاوش تعذبوا، يعني كتجيب غير واحد يعني واحد طاسه، وكتعمرها يعني بالسيكاليم، وكتكب في خطره، يعني كتبقى غادي هكا صافي مره وحده كدوز. اما الماء درت له الطريقه هذه، يعني باش ما يبقاوش يعني يبقاو ممكن انه يدفق الماء، او يبقاو يخشيو راسهم ويبقاو يضربوا الماء، يبقى يجي لهذا الشيء. كيفاش كتعمروا هاد التيب هذا، يعني هاد البي في سي؟ كتعمروه بطريقه سهله. ها انتم وصلت حتى لهذه الجهه هذه، انتم سمحوا لي غادي نحل هذا القفص. ها انتم جيت حتى لهنا ودرت كود ودرت واحد المورصو هنايا، يعني باش اش ما نبقاش نخشي يدي لداخل عند الارانب ونبقى نكب من هنايا، لا، ممكن انكم غير بطريقه سهله غادي تكبوا من هنا الماء، ممكن هنا ديروا واحد المحقن تخليهم برونشي ديما، وتبقاو تكبوا الماء من هذه الجهه، وفي نفس الوقت كيهود
تبقاو تراقبوا المستوى ديال الماء ملي كيوصل هنايا صافي راه عمر ها نتوما صافي ممكن ان هاد الصغار يبقاو يشربوا من هنايا بطريقه سهله. قضيه ديال يعني الفضلات ديالهم اعزكم الله ممكن انكم ديروا بهذه الطريقه هذه انني برونشيت واحد ربطت واحد الميكا هنايا ها نتوما ها هي غادي على طول القفص من جهه اخرى هي مربوطه وكتجي ودير واحد الميل يعني الميكا يعني في الجانب الاخر الجانب الاخر